السلام عليكم السيدات السلام تكونوا غايه نرحب كاع لي زابون نشتمكم مرحبا بكم لي زابوني تاعي يقدر نقول لكم موت عليكم دونك اليوم نحاول نبارطاجي معكم روتين فيه بزاف تاع النشاط وان شاء الله يعجبكم يعجبكم ما تنساوليش لايك وكومونتير وابوني ان شاء الله تبارطاجوا لي لاشين تاعي مع لي زامي تاعكم ولا فامي تاعكم باش لاشين تاعنا تكبر ونولوا ان فامي دونك اي فامي ولا ان فامي جو سي با كيفاش يقولوا لا مي بون اي هنايا راني رايحه نبدا لكم الروتين تاعي وشوفوه لي حتى في التالي يعجبكم ما تنساوليش لايك وكومونتير شباب كيفكم وابوني وقعدوا معايا اي هنايا شيرات راني رايحه ندير واحد لو برودوي عجيب بزاف شباب شيرات ماما تموت عليه حتى انايا نبغيه باسكو ينقي غايه ينقي غايه هو البرودوي شاولا سموه كريستو يتباع في اليوم ماغازان دونك حنا شيناه في كارفور ومشريته دونك هنايا درت قلت لي روحي ديري ثلاثه مغارف تاع هذاك كريستو ماشي مغارف هذاك الحي الزرقاء راني ندير فيه زوج مغارف تاع الخل تقدروا تكثروا وزوج مغارف صغار تاع ليكيد فيسيل تقدروا تفني تكثروا ليكيد فيسيل وما حامي يكون حامي باش يدوب هذوك لي زانغيديون يدوبوا غايه كي يدوبوا تحكموا قرعه تكون خاويه هذيك تاع بشبش من احسن هذيك تاع بشبش وتقسموا تقسموها ويقعد لكم بزاف شيرات حنا قعدنا برسك 2 موا اي دمي رانا داخلين في 3 موا شيرات وقسمتها ماما قسمتها على 3 فوا شيرات ما يخدمت هذه القرعه تاع مارسي ودفقتها دارت البرودوي دارت في هذيك القرعه وهذه هي دونك شيرات هنايا راني وريت لكم السال دو باك كيفاش كانت كارثه ما بينت لكمش على الحقيقه تاعها مي بون دونك درت لها ان غون نيتواياج بنتني عليها قلحت كاع هذوك الصوالح اللي كانوا فيها شيرات دونك شيرات درت هذاك البرودوي درتو معاكم بزاف عاجب بزاف شباب شيرات ننصحكم به درتو في الفايونس دونك فشفشت وليت نحك غايه الفايونس باسكو كان فيه ليطاج اي تو هذا النيتواياج كي قرب رمضان ان شاء الله نعاود ندير لها نيتواياج بغيت نقول لكم شنو بغيت نقول لكم نسيت بغيت نجبد لكم على واحد السوجي تاع دوك الناس يديروا نيتواياج ويشرو صوالح وديروا تدبيرات قبل رمضان ب 4 موا 5 موا جو كومبرون با انا يا رمضان اتقدر هنا ربي على جال الشر والتدبيرات والماكله ولا عطاهونا على نكونوا قريب على ربي نكونوا تايبين ونصلو ونصومو ايتو هذا هو رمضان علاش طاهونا ربي سبحانه وفاني الناس هذوك يشرو صوالح ويشرو حوايج تاع العيد ويشرو صوالح تاع الكاطو رمضان مازال قا ما يدخل هما راهم يوجدوا لرمضان ماشي رمضان يشرو يوجدوا في صوالح تاع العيد ويشرو صوالح تاع الكاطو تاع العيد جو كومبرون با انا الناس كيفاش راهي تخمم بالك رمضان كاع ما نفوتوش بالك كاع نموتو هما يوجدوا صوالح وفرحانين بون كل واحد وكيفاش عقليه تاعو وان شاء الله يا ربي يا ربي يهدينا وان شاء الله يا ربي يا ربي يجيب الخير في هذه الدنيا و فوالا هنايا راني خلطت لكم في الهضره راني خلطت انا هذا صح انا كي نهضر هضره تاع صح صح وحنايا نيتواج كي نقو كي قرب رمضان بسيمانتين هكايا نبداو نقو الدار ماكسيموم دو سيمين نبداو نقو ايتو مي باش نقو شهر شهرين قبل رمضان هذه امبوسيبل جامي ما نقيناها وجامي ما نديروها ماما كون زعما هكا ديرها نقولها نو باسكو الدار توسخ بالخوف سورتو الكوزين سورتو الكوزين سورتو الفريجيدار الفريجيدار 5 موا 4 موا شتهم ناس ينقوه قبل رمضان كي يجي رمضان جو سي با كيفاش يلقاو هذاك الفريجيدار مي بون دونك هنايا شوفوا راني خملت ماشي خملت انا غسلت الصال دو بان درتها افون كانت مسخه في الجهه تاع لافابو ماشي لافابو
من جهة لافابو كانت فيها لا بوسياري تو، دونك هنايا يعني حكمت دونك شيرت هنايا الجهة تاع لافابو كانت بزاف مسخة، كان فيها لا بوسيغ والشعر هذوك الصوالح، باسكو لا بوسيغ كون ما نمسحوهاش ولا ما نغسلوهاش بالماء ايتو تجي الشعر ويجي داك الوسخ، دونك نقيتها غاية ايتو، درت البرودوي في الحيط، نقيت شوية باسكو كان فيه ليطاج ايتو، انا كل حاجة هنا نلقاها ليطاج ليطاج ليطاج، قولوا لي قتلتينا بالليطاج، دونك سي سا. نبغي الصوالح يكونوا بروب، ما كاش كيما بروب النظافة ايتو، الفايون ماشي الفايون صار باللافابو، درت له البرودوي وحكيته بهذيك الشيتا، وهنايا شوفوا السردبه كيفاش راهي تشعل الشعير، راهي بزاف نقيه، ودرت هذيك الريحه تاع تاع الديار، الريحه تاعها بزاف شابه هذه شيرات. وهنايا راني رايحه نكمل معاكم هذا الفيديو، ان شاء الله يعجبكم، يجيكم تسيبليش لايك وكومونتير وابوني مع فيديو جديد. مع السلامه، ونموت عليكم قانون.